¿Qué pasa? 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 ¿Qué الجزيرة كزاني خلصت الجزيرة كزاني أربعة جول المعادي جاب جول في نفسه واقف بالكورة دخل باب جاب بتاع عنده على السكون قاعد بحل امتحان وكمان قاعد بيعمل بيزنس بقول لك ايه بقول لك ايه دخل يا بس شعلة غير شعلة أنا قلت عمي يكبه هنا عيوه أنا قلت قوي ما إيه بقى نوت Thank you.
كان كده الجزيرة معاك كام نقطة؟ بنلعب كل فرقة بتلعب كل فرقة كام ماتشين يعني هم 10 ماتشات كل مرة كل فرقة عدد بتخلص بنشوف بقى كده هما بيلعبوا هم اسمه ده احمد مالك كان مدير الكوره بتاعته يعني ملاد ملاد الشمس من